سيزل هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلاً للدفع اشتري الآن وادفع لاحقاً للمتسوقين عبر الإنترنت. تأسست عام 2016 من قبل تشارلي يوكايم وبول باراديس، وتهدف سيزل إلى توفير بديل مرن وخال من الفائدة لبطاقات الائتمان التقليدية. ظهرت فكرة سيزل عندما رأى يوكايم وباراديس فجوة في السوق وبحثوا عن حل للدفع يلبي احتياجات المستهلكين الذين غالباً ما يفضلون دفع المشتريات على دفعات بدلاً من دفعة واحدة مقدماً. رأوا أفضل طريقة لاستغلال التكنولوجيا لتقديم تجربة دفع سلسة وشفافة تجذب هذه الفئة العمرية. منذ تأسيسها شهدت سيزل نمواً سريعاً ووسعت وجودها لتصبح واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال اشتري الآن وادفع لاحقاً. أقامت الشركة شراكات مع آلاف التجار عبر الإنترنت، مما يتيح للمستهلكين استخدام سيزل كخيار دفع عند الخروج. تسمح منصة سيزل للمستخدمين بتقسيم مشترياتهم إلى 4 دفعات خالية من الفائدة موزعة على مدار 6 أسابيع. تكسب الشركة أموالها من خلال فرض رسوم صغيرة على التجار لكل عملية تحويل، بدلاً من فرض فوائد أو رسوم مخفية على المستهلكين. بالإضافة إلى تقديم حلاً للدفع المريح للمستهلكين، توفر سيزل أيضاً مجموعة من الفوائد للتجار، بما في ذلك زيادة المبيعات وزيادة قيم الطلبات المتوسطة وتقليل ترك سلة التسوق. من مزايا سيزل أنه يوفر للمستهلكين تجربة دفع مريحة وسهلة الاستخدام، حيث يمكنهم تقسيم قيمة المشتريات إلى دفعات صغيرة تسدد على مدى فترة زمنية ممتدة. هذه المرونة تجعل الشراء عبر الإنترنت أكثر ملائمة وتسهل على المستهلكين إدارة ميزانياتهم. كما أن سيزل لا تفرض فوائد على المستخدمين ولا تحتوي على رسوم مخفية، مما يجعلها خياراً موثوقاً وشفافاً للمستهلكين. يمكن للمستهلكين الاستفادة من خدمة التقسيط دون القلق من دفع مزيد من الأموال. بفضل خيار الدفع بالأقساط، يمكن للمستهلكين شراء السلع ذات القيمة العالية دون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملاً عند الشراء، ويمكن للمستهلكين الاستفادة من العروض والتخفيضات دون الحاجة إلى تأجيل الشراء. يوفر سيزل واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين والتجار، مما يجعل عملية الشراء والدفع بالأقساط سلسة وسهلة. يمكن للمتسوقين استخدام التطبيق أو الموقع بكل سهولة لإتمام عمليات الشراء والدفع بالأقساط. يستخدم سيزل تقنيات تشفير متقدمة لحماية بيانات المستخدمين وتأمين المعاملات المالية عبر منصتها. يضمن هذا الأمان والحماية تجربة دفع آمنة وموثوقة للمستخدمين، ولكن يعاب عليه أيضاً أن التأخير في سداد الأقساط يؤدي إلى فرض رسوم تأخير، مما يمكن أن يتسبب في ديون غير مرغوب فيها إذا لم يتم إدارتها بحذر. قد لا تكون خدمة سيزل متاحة في جميع المتاجر عبر الإنترنت، وقد يكون هناك تقييدات على بعض أنواع المنتجات التي يمكن شراؤها باستخدامها. كما أن التأخير في الدفع قد يؤثر على التقرير الائتماني للمستخدمين، ورغم أن سيزل لا تقوم بإبلاغ معلومات الدفع إلى مكاتب الائتمان، إلا أن ذلك قد يؤثر على الثقة في القدرة على الحصول على الائتمان في المستقبل. وقد يواجه المستخدمون مشاكل تقنية مثل انقطاع الخدمة أو الأعطال التقنية، مما يمكن أن يؤثر على تجربة الدفع والتسوق. كما أن الخدمة قد لا تكون متاحة في بعض البلدان أو المناطق، مما يقيد إمكانية الوصول إليها لبعض المستخدمين. ادخل لموقع سيزل.com واضغط على ساين أب، حدد خيار التسجيل كمتسوق.
الآن أدخل رقم هاتفك وحدد البلد. اضغط على Continue. سيتم إرسال كود رقم هاتفك، عليك إدخاله وهو من 5 خانات. في الخطوة التالية أدخل بعض المعلومات، اسمك وعنوانك وبريدك الإلكتروني وطريقة الدفع سواء حساب مصرفي أو بطاقة بنكية. يشترط أن يكون عمرك أكثر من 18 عاماً وأن يكون لديك رقم هاتف أمريكي أو كندي، وأيضاً عليك إدخال العنوان. بشكل عام، أنشأت سيزل نفسها بسرعة كقوة مضادة في صناعة التكنولوجيا المالية، وتقدم للمستهلكين والتجار على حد سواء خيار دفع شفاف ومرن ومريح للمشتريات عبر الإنترنت.